بالدار البيضاء مركز محمد حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية ينظم لقاء علميا حول موضوع الهجرة غير الشرعية من بلدان الساحل وتأثيرها على مناطق العبور بشمال إفريقيا. فتيحة أم غارم، محمد شكير، وإدريس بد. الهجرة الغير الشرعية من بلدان الساحل وتأثيرها على مناطق العبور شمال إفريقيا شكلت محور اللقاء العلمي، وذلك من خلال تقديم قراءة سوسيولوجية لتطور الهجرة الغير الشرعية خلال القرن 21 وإشكالية إدماج المهاجرين الغير شرعيين في المجتمع. نحن نعلم أن موضوع الهجرة الغير شرعية أو الهجرة السرية أصبحت تمثل أو هي مصدر قلق بالنسبة للدول الأوروبية أو دول شمال البحر الأبيض المتوسط، وهذا هو ما دفعنا إلى طرح السؤال: لماذا وكيف سنعالج هذه الظاهرة، وما هي الاقتراحات والحلول التي يمكن أن نخرج بها في هذا المداخل، عفوا في هذا اللقاء العلمي اليوم. المغرب العربي أضحى ليس فقط منطقة عبور حسب الإشكاليات التي تعرفها أوروبا في هذا المجال، بحيث قانون الهجرة عرف تغيرا مهما بهذه البلدان المغاربية. هذا ما دفع الهجرة الغير شرعية تؤثر على الجانب الإنساني البيئي والاقتصادي. المداخلات قدمت أيضا نبذة تاريخية حول الهجرة الغير شرعية التي كانت تقتصر في البداية على الرجال وتحولت عبر الزمن لتطال النساء اللواتي أصبحن يمثلن نسبة مهمة في صفوف المهاجرين الغير الشرعيين. ارتباطا بموضوع الهجرة، هيئة المحامين بالدار البيضاء تطرح موضوع تدبير الهجرة